جولة أخبار رأس الساعة من أونلايف، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بدايتنا مع المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تاريخ العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين البلدين والقواسم المشتركة الرابطة بين مصر وإثيوبيا. إن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان ولا يزال رابطا للتكامل والتعاون ومصدرا رئيسيا للحياة لشعبي البلدين. وقد أكد الرئيس السيسي تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، فضلا عن إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا. قد تباحثنا اليوم كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الأثيوبي. وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة، فضلا عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا. وفي شأن مفاوضات سد النهضة، أعرب الرئيس السيسي عن قلق مصر البالغ من حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعنية بإتمام الدراسات المتفق عليها بشأن تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب. وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فقد أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكدا ضرورة أن نعمل وتعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنويا. ويهمني أن أشير في هذا الصدد إلى أننا نقدر ما تؤكده إثيوبيا دائما من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها بما يضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصب. أما رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين فأكد تفهم إثيوبيا لحاجة مصر إلى نهر النيل، وتفهم مصر أيضا لاحتياجات إثيوبيا المتعلقة بالتنمية والحد من مخاطر الجفاف في إثيوبيا. أن النيل هو شريان الحياة بالنسبة لوجود مصر، كما تفهم مصر كذلك احتياجات إثيوبيا إلى التنمية، لذلك فيجب أن نتناول الجفاف الذي نعاني منه وفي الوقت الحالي وما يرتبط به من مجاعة، فهذا تم التأكيد عليه بشكل شامل في مناقشة إعلان المبادئ لتعزيز التعاون وبناء الثقة في بين البلدين. فقامت الرئيسي فإنني أؤكد لسيادتك فإننا سوف نلتزم بالتزامتنا من أحد طموحات إثيوبيا هو أن نتغلب على الفقر بالنسبة لشعبنا، وهذا يتطلب مقدار كبير من الطاقة والموارد البشرية، وهذا ما الذي قادنا إلى بناء السد. كما أكد ديسالين أن سد النهضة لن يشكل أي ضرر على مصر، معتبرا إياه عنصرا هاما للتنمية ليس لإثيوبيا فقط وإنما لدول حوض النيل على حد تعبيره. السد لن يشكل أي ضررا بالنسبة لأي جهة أخرى أو لمصري. السد هو عنصر هام للتنمية بالنسبة لإثيوبيا، ويجب أن ننظر إليه كتنمية بالنسبة لكم أيضا، كما هو يمثل مصدرا للتنمية بالنسبة لنا. هو ما حدث أنه تم إنشاء هذا السد في إثيوبيا، ولكن هذا سوف يسهم في تنمية حوض نهر النيل بيرو
برمته ولن يؤثر على مصر والسودان. إن أهمية أفريقيا وكذلك الروابط والأصول الثقافية بالنسبة لمصر وأثيوبيا تجمعهما أيضا نهر النيل، وهذا يمكن أن يقودنا إلى مجال جديد للطاقة وتحسين الحياة بالنسبة لشعوبنا. وفي رد على أسئلة الصحفيين، أوضح الرئيس السيسي أن الهدف من مقترح مشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة هو دفع المفاوضات وتجاوز التأخير قبل البدء في أي إجراء أحادي الجانب على أرض الواقع. احنا لما طرحنا هذا الموضوع كان الهدف منه ان احنا نتجاوز التأخير في المفاوضات، استمر لعدة شهور حتى نحقق تقدم كبير في هذا الأمر، وبشكل يعني يكون يحقق الارتياح من جانب من جانبنا احنا الثلاثة، ان يبقى في جهة ثالثة او جهة اخرى تقول الرأي وتشاركنا الرأي ده بشكل يبقى مقبول مننا كلنا. وطرحنا الامر ده على اشقائنا في اثيوبيا والسودان على ان هو اجراء مش الهدف منه ابدا ان غير ان احنا ندفع بالمفاوضات الفنية بشكل حاسم، عشان كمان الاجراءات اللي بتتعمل على الارض بالفعل في بناء السد، لان طبعا يترتب على بناء السد اجراءات، ومش عايزين احنا يبقى في تصرف احادي فيما يخص عملية بدء الملء من غير ما يكون وصلنا. ده طبعا كان في اطار الاتفاق اللي احنا بدأناه او اتفقنا عليه سابقا. يعني كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دفع عمليات التنمية والإعمار والسلام لكل دول العالم، مشيرا إلى أنها تعد ثوابت في السياسة المصرية. مصر لها سياسات ثابتة، السياسات دي مبنية على أن هي حريصة على أن التنمية والإعمار والسلام والاستقرار والتوازن هي بقت ثوابت للسياسة المصرية مع كل أشقائها، مع كل جيرانها، مع كل دول العالم. لأن احنا تجربتنا، وأنا يمكن قلت الكلام دوت وبكرره ليكم كتير، احنا تجربتنا أن السلام والتنمية والإعمار أفضل كتير من أي مسار آخر، وده بالتالي ده مسار احنا بدأناه واحنا ماشيين فيه وحرصين عليه. فأنا بأكد لكم أن احنا مش بس على مستوى السودان وأثيوبيا، لا، احنا بنتكلم على دي سياستنا اللي احنا حريصين ان احنا نتعامل بيها مع العالم. وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريم ديسالن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائيه، حيث شهدا توقيع مذكره تفاهم بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، وقعها المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعه ووزير الخارجيه الاثيوبي أريقنو جيبيو. وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظير الإثيوبي مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين للمشاورات السياسية والدبلوماسية، فضلا عن التوقيع على محضر أعمال اللجنة الوزارية السادسة بين البلدين للتحضير لأعمال اللجنة الرئاسية الأولى. يعتبر نهر النيل من بين أطول أنهار العالم، وعلى مستوى الوطن العربي النيل يعتبر النهر الأغزر مياها إلى جانب نهر الفرات. يجري نهر النيل في القارة الأفريقية متجها من الجنوب إلى الشمال، حيث يمر بإحدى عشرة دولة. المزيد حول رحلة نهر النيل من منبعه إلى مصبه نستعرضه خلال هذا العرض مع الزميلة بسمة السعداوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعد نهر النيل العظيم أطول أنهار العالم، حيث يبدأ رحلته من الجنوب إلى الشمال ويمتد لمسافة طويلة من وسط القارة الإفريقية إلى شمالها، ويصل مجراه لنحو 6650 كيلومتر. كما يحتل النيل المرتبة الثانية من حيث مساحة حوضه الشاسعة، والتي تقدر بنحو 3.4 مليون كيلومتر مربع. يساهم في هذه المساحة 11 دولة تمثل دول حوض النيل، وهي من الجنوب إلى الشمال تنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
يجري نهر النيل إلى الشمال بشكل منحني من روافد عديدة، أهمها بحيرة فيكتوريا وتشترك فيها ثلاث دول وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، وتبلغ مساحتها 70,000 كيلومتر مربع تقريبا. ويصب في هذه البحيرة عدة أنهار، منها نهر كاجرا، وتقدر كمية المياه التي تصل لبحيرة فيكتوريا من جميع الأنهار التي تصب فيها حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا. بالإضافة إلى إسهام المطر في إيراد البحيرة والذي يبلغ 5.5 مليار متر مكعب سنويا، كما تعد مشاهدينا مجموعة البحيرات الإخدودية من أهم روافد النيل، وتضم بحيرات إدوارد وبحيرة ألبرت ونهر السلميكي الواصل بينهما، وتشكل مساحة بحيرة إدوارد حوالي 2100 كيلومتر مربع، بينما يصل طول بحيرة سلميكي إلى حوالي 250 كيلومتر، أما بحيرة ألبرت فتصل مساحتها إلى حوالي 5300 كيلومتر مربع، ويصل إجمالي الإيراد المائي لها 32.7 مليار متر مكعب، ويتبخر منها نحو 6.2 مليار متر مكعب. يستمر النيل في جريانه وصولا إلى بحر الجبل والذي يبلغ طوله 1280 كيلومتر، ويكتسب ما يقرب من 4.8 مليار متر مكعب سنويا من مياه الروافد والأمطار، فيبلغ إيراده عند بلدة منجلة السودانية حوالي 30 مليار متر مكعب. أما مشاهدين النيل الأبيض فيبدأ مسيرته من بحيرة نو ويمتد حتى الخرطوم ونهر السباط، ويتجه من الغرب إلى الشرق ثم بعد ذلك إلى الشمال، ويبلغ طول النهر حوالي 970 كيلومتر، ويبلغ إيراده السنوي في حبسه الأعلى يبلغ 15.5 مليار متر مكعب. الروافد الإثيوبية تنقسم بدورها إلى ثلاثة روافد رئيسية، هي نهر السباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة، ويصل إيرادها المائية عند مصبها في نهر النيل الرئيسي سنويا نحو 12 مليار متر مكعب فقط. وبعد مشاهدين التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق عند الخرطوم، يعرف المجرى باسم النيل النوبي حتى مدينة أسوان، ومن أسوان يعرف باسم نهر النيل الرئيسي، حيث يستمر حاملا هذا الاسم حتى شمال مدينة القاهرة قليلا، ثم بعد ذلك يتفرع إلى فرعين هما فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا لأهم محطات نهر النيل من منبعه إلى مصبه، شكرا لكم. يتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمر حكاية وطن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان الرئيس قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية أن الدولة أنجزت في أقل من 4 سنوات 11,000 مشروع، كما تطرق الرئيس في كلمته إلى عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هو تفتكروا أن الحكاية حكايتنا، حكايتي أنا وحكاية قيادة وحكومة، دي الحكاية حكاية شعب مصمم على انه يعمل مستقبل ويعمل نمو ويعمل تقدم ويعمل حضارة ومصر على ذلك. 4 سنوات من التحديات والإنجازات، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يحكي ويقص عنهم في انطلاق مؤتمر حكاية وطن الذي اعتبره كشف حساب عن فترة ولايته الأولى في رئاسة الجمهورية، ويتناول بالنقد وتحليل ما تم خلال تلك السنوات التي وجه خلاله الشكر للمصريين الذين لولا صبرهم وجهودهم ما تحقق هذا الإنجاز، لأن ما كانش ممكن أبداً يتحقق ما تحقق إلا بيكم بالمصريين بشعب مصر. الرئيس استعرض التحديات التي أحاطت بالوطن خلال السنوات الخمسين الماضية، وصولا إلى ثورات 2011 التي عصفت بدول المنطقة، إلا أن المصريين لم ينجرفوا لما آلت إليه دول كثيرة أخرى، وأن أعظم شرف له كان قيادة الجيش المصري، وأنه اعتبر انتخابه لرئاسة الجمهورية تكليفا لإنقاذ الوطن والحفاظ على حاضره ومستقبله.
ونحن على مشارف انتهاء فترة رئاسية أو فترة تكليفكم لي بمهمة قيادة هذا الوطن العزيز، أو كما اعتبرتها مهمة إنقاذ وطن والحفاظ على حاضره ومستقبله. خضناها سوياً وسط أجواء عاتية تعصف بالإقليم ودوامة من سقوط وانهيار لدول المنطقة. السيسي عدد في المؤتمر الذي حظي بحضور كافة فئات المجتمع المصري ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، كاشفا عن تحقيق الدولة المصرية معدلا قياسيا تمثل في إنجاز 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد. لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة. السيسي أكد أن الإصلاح الاقتصادي كان خطوة تأخرت لمدة 40 عاما، وأن اتخاذها جاء لينقذ الوطن من السقوط في الهاوية، كاشفا ما قدمته الدولة لتحسين الأجور والمعاشات والنهوض بالتعليم والصحة والاهتمام بالمرأة والشباب. ولم ينسى الحديث عن علاقات مصر الخارجية التي كانت تعاني في بداية حكمه للبلاد من عزلة دولية، إلى أن صار لمصر الآن كلمة مسموعة وقرار مستقل. والآن أقول بكل اعتزاز إن كلمة مصر صارت مسموعة في كل المحافل، وصارت مواقفها المبدئية الشجاعة والصادقة مع الاحترام وتقدير الجميع. أقول بكل فخر إن هامة مصر عالية ورايتها خفاقة وكرامتها مصانة. أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلا. رسائل كثيرة حرص الرئيس السيسي على توجيهها إلى الداخل والخارج من خلال حكاية وطن، أبرزها أن مصر بدأت طريق نهضتها ولن تضل هذا الطريق مهما دبر ضدها من مؤامرات أو حاول الإرهاب وقف مسيرتها، وذلك بفضل تضحية وسواعد أبنائها لتصنع مستقبل أجيالها. حققنا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية. أولاً، ارتفاع الاحتياط النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. ثانياً، انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منهم 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار. يعد مشروع تطوير محور قناة السويس من المشروعات التنموية المهمة، وهي المشروعات التي تمثل بتعدد أبعادها وتقاطعاتها مع مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى طاقة محفزة للتنمية في مختلف المجالات. تنمية محور قناة السويس من أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها خلال الآونة الأخيرة، حيث يبني عليه المصريون جزءا من آمالهم الكبيرة في إحداث تقدم حقيقي ينهض بواقعهم الاقتصادي ويضاعف قدراتهم الإنتاجية ويمكنهم من تبادل المنافع بين أمم وشعوب العالم. يقوم المشروع على استغلال الإمكانيات الحالية لقناة السويس في موانئها والمناطق الصناعية في تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضائع المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى 7 أنفاق يتم إنشاؤها. المؤشرات العلمية تشير إلى أن المنطقة الأكثر نشاطا في هذا المشروع الضخم هي منطقة السخنة، التي يمكن أن تكتمل ملامحها في غضون السنوات الخمس القادمة، يليها منطقة شمال شرق بورسعيد التي يجرى على أرضها عمل هندسي جبار يتمثل في بناء 5,000 متر مربع من أرصفة الموانئ تتسع لمليون حاوية، و3 أنفاق جنوب بورسعيد تربط سيناء بالوادي. مشروع تنمية محور قناة السويس من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام المقبلة، كما يساهم في خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء.
القضاء على ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير المسكن الملائم للمصريين، تم بناء 25,000 وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية، كما تم تنفيذ 245,000 وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 355,000 وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه. أما العاصمة الإدارية الجديدة فتعد هي الأخرى من الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضاهي أكبر المدن العالمية في التصميم والتنفيذ. وضع الرئيس السيسي حجر أساسها في 2017 بعدما أطلق فكرة المشروع في 2015. كان حلم طال انتظاره، رسم على الورق فصار حقيقة وواقعا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصحراء تحولت إلى جنان خضراء ومباني شاهقة مصممة على أحدث الطرق المعمارية. إنه مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي أطلقت فكرته في المؤتمر الاقتصادي الأول لعام 2015 بحضور الرئيس السيسي، ليضع الرئيس بعد عامين منه حجر أساس المرحلة الأولى من المشروع المقام على 170 ألف فدان، وهي مساحة تعادل دولة سنغافورة. والذي أكد السيسي أن التاريخ سيتوقف أمام هذا المشروع طويلاً. احنا بنعمل امر التاريخ هيتوقف قدامه كتير ويشوف احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا ليه لأهلنا، مش بس في القاهرة، وزي ما قال الدكتور مصطفى انه امتداد طبيعي، استدامة النمو. العاصمة الجديدة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، إذ تقع على بعد 32 كيلومترا من مطار القاهرة، و45 كيلومترا من وسط القاهرة، و80 كيلومترا من السويس، و55 كيلومترا من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة. ومن المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون نسمة بعد أن يتم نقل الأجهزة والمباني الحكومية إليها. المدينة رعي في تصميمها أن يتوسطها النهر الأخضر الذي يربط جميع أحيائها، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة. كما رعي في تصميم طرقها أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاما مقبلا، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية الذكية، الأمر الذي جعل الرئيس يصفها بأنها خطوة أولى لبناء دولة حديثة. اللي احنا فيه ده أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم نفسها وتحترم من الدنيا كلها. المخطط الاستراتيجي للمدينة يتضمن تخصيص 30% من مساحتها لخدمة قطاع الأعمال، كما تضم 20 حيا سكنيا ومطارا دوليا وشبكة طرق رئيسية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق. ووضعت الدولة ثلاث مراحل لتنفيذها، كما تنفرد بأنها تضم أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا الذي يتوسط حي المال والأعمال، إلى جانب أكبر مسجد وكنيسة في مصر والشرق الأوسط. الرئيس أولى أهمية قصوى لتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، إذ شكل شركة مساهمة لإدارة المشروع رأس مال يقدر بستة مليارات جنيه، وتابع على الأرض مراحل تنفيذ المشروع خطوة بخطوة ليترك للوطن إنجازا يضاف إلى سجل مصر يشهد على حضارتها وسعيها للمستقبل بخطوات واثبة بسواعد أبنائها. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد للجهاز. نتحول الآن على الهواء مباشرة لمتابعة وقائع اليوم الثاني والختامي من مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الشريف، بينما يتحدث في هذه اللحظات السفير نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية. التحفظ عام بأن المجلس يعمل في إطار سياسي، وبالتالي لا يعتبر في نظري الجهاز الأمثل لحماية الشرعية الدولية. وهنا يحق تساؤل، إذا كان التوجه إلى القضاء الدولي ليس متاحا طبقا للأوضاع القائمة، وإذا كان الالتجاء إلى الجهاز السياسي المعني وهو مجلس الأمن من المحقق أن يفشل أو ليس من أكيد أن ينجح، فأين المخرج؟ يحضرني هنا واسمحوا لي أن أقول هذا قول أحد فلاسفة القانون، بأن القانون يطبق على الأرض، أما تحقيق العدالة فهو في السماء.
والتساؤل هنا، هل هناك وسائل تسمح بجذب العدالة إلى الأرض؟ هذا ما يسعى عليه الفرد منذ بداية الخليقة. ففي نظري يجب أن تكون الإجابة بالإجاب، ولكن تحقيقها يتم ببطء وعلى المدى البعيد. فهناك دائما خيارات صعبة خارج صندوق المسارات التقليدية، ويجب ترقها واستغلال شبه الإجماع الدولي على رفض قرار ترامب في مشأن القدس، ويجب استغلال الأهمية السياسية والروحية والقانونية لمدينة القدس لتجنيد الرأي العام العالمي لأهمية انهاء احتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة. فقد نجحت إسرائيل في تطوير وتطويع أسس تحقيق السلام الواردة في قرار 242 بما يحقق مصالحها. وعلى سبيل المثال، نجحت إسرائيل في مؤتمر مدريد في أكتوبر 91 في تغيير المعادلة التي أسس عليها قرار مجلس الأمن. فالقرار ينص على أهداف واضحة في المعالم نابعة من نصوص الميثاق ومن أحكام القانون الدولي، أقرها مجلس الأمن وعلى الأطراف التزام قانوني بتنفيذها بحسن نية. ولكن إسرائيل استطاعت في مؤتمر مدريد قلب هذه المعادلة، وإذ نجحت في تعويم الالتزام ووضعها في قالب تفاوضي تتفاض، بحيث يخرج المؤتمر بمعادلة إقرار مبدأ التفاوض على جميع الأمور وليس تنفيذ قواعد دولية ملزمة، وعدم تحديد موعد أو جدول زمني للانتهاء من تنفيذ الالتزامات المتقابلة. فإسرائيل كما نعلم جميعا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعتبر عنصر الوقت هدفا أساس استراتيجيا وليس هدفا تكتيكيا مثل ما تفعل جميع الدول الأخرى. والمطلوب الآن التركيز على ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، حيث أنها تمثل آخر معاقل العنصرية والأبرتايد في القرن العشرين، وأن نعمل على إثارة الضمير العالمي لنجدة الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات جادة نحو تغيير النظام الدولي العالمي ليكون في هذا الاتجاه. قبل أن أختم كلماتي، أود أن أقول أن قد يكون مستقبل القدس الشريف خير بداية لإجراء الإصلاحات المطلوبة في النظام الدولي، بحيث تتحقق العدالة الدولية لمدينة القدس وللشعب الفلسطيني الشقيق. وأطالب وأشارك في المطالبة جميع الدول بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، وأشكر فضيلة الإمام الأكبر على اعتبار عام 2018 عام القدس. ختاما، تحية كما ذكرت السفيرة مشيرة خطاب، تحية العهد التميمي التي رفعت ببسالة رسالة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. شكرا سيد الرئيس. شكرا للدكتور نبيل عربي اللي ركز على ما جاء بقرار التقسيم من أنه أدى إلى دولة، نص على دولة عربية ودولة يهودية والقدس كيانا مستقلا. فده أحد العروض المطروحة اللي يجب أن يناقش في إطار الشرعية الدولية. تحدث عن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وصفه بأنه طعنة في صميم النظام الدولي المعاصر، وتحدث أيضا عن عنصر الوقت الذي تحسن إسرائيل استخدامه وتستفيد منه وتعتبره وسيلة استراتيجية أو هدفا استراتيجيا وليس تكتيكا وقتيا. هم يكسبون بالوقت ونحن نخسر بنفس العنصر. ثم اعترف، تحدث عن أو أجاب على السؤال اللي وجهته إليه السفيرة مشيرة خطاب، مطالبا بالاعتراف، اعتراف الكل بدولة فلسطين. وإحنا الدول العربية كلها معترفة بدولة فلسطين، إنما المقصود أنه يفعل هذا الاعتراف على الأرض بكل العلاقات المعروفة بين الدول، من تمثيل، من أنصليات، من صناديق، من التواصل مستمر في مختلف الملفات. الآن أنا شايف أنه السفير رياض منصور مش في القاعة، ولذلك
نختم هذا الملف بأن أدعو سماحة المفتي الجعفري في الجمهورية اللبنانية الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان للتحدث لخمس دقائق كما وعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. سماحة الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر الدكتور أحمد طيب، الإخوة الأعزاء أصحاب الفضيلة والسماحة والقداسة، الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية، ذكرت في المؤتمر السابق، مؤتمر المواطنة الذي حدث في الأزهر الشريف، وقلت أن الأزهر الشريف الذي يحقن، يدعو إلى حقن دماء المسلمين ويدعو إلى وحدة الأمة، هذا الأزهر يمثلني ويمثل قم والنجف كذلك. وأقول اليوم وأؤكد اليوم أن الأزهر الشريف الذي يدعو إلى نصرة القدس، هذا الأزهر يمثلني أيضا كذلك النجف وقم. إخواني الأعزاء، حين خربها السيل وعمدت قريش لتعيد بناءها، كادت تقع مذبحة بسبب من يضع الحجر الأسود في مكانه، فإذا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين اقترح على القبائل المجتمعة أن تضع الحجر في رداء، وأمرهم أن يحملوه فوضعه مكانه. عندها عادت عمارة الكعبة إلى حيث أراد الله سبحانه، وكذا القدس حتى لا تضيع، وبمفاد أن عودوا لنبيكم وأجمعوا دولكم وإمكاناتكم لتعيدوها حيث أراد الله، لأن القضية إذا أردنا أن نعرف كيف نحن من الله يجب علينا أن نعرف كيف نحن من القدس وفلسطين. أيها الإخوة، القدس ميثاق الرب وأمانة السماء، والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والحامل منا إما حامل ظلوم وإما حامل شكور، وعلامة الشكور عقله وإمكاناته وسياسته الخارجية، المفروض أن تدور مدار سياسة الله بالقدس، فمن خان فقد خان الله، والخائن للقدس خائن لشعبه وناسه ونعمة الله فيه. نتابع مع حضراتكم إذن هذه اللقطات الحية التي تردنا على الهواء مباشرة من قلب القاعة التي ستحتضن فعاليات اليوم الثاني من أيام مؤتمر حكاية وطن الذي يعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر الذي عقد في أول أيامه بالأمس، وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة مطولة عرضا ومسيرا بالإنجازات التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأربع الفائتة، على أن يتم الذهاب إلى نقاشات تفصيلية مرتبطة بطبيعة المشروعات التي تم إنجازها وتنفيذها في مناحي مختلفة، سواء كانت مرتبطة بالنواحي التنموية والمشروعات القومية، وكذلك بالمشروعات ذات الطابع الاقتصادي المعنية بتوفير فرص عمل لتقليص معدلات البطالة، أو تلك المشروعات المرتبطة بالبعد الاجتماعي كبرامج تكافل وكرامة وزيادة المخصصات في البطاقات التموينية وعدد من المشروعات الأخرى ذات الصبغة الاجتماعية التي اطلعت بها الدولة على مدى السنوات الأربع الفائتة. كنا قد تابعنا مع حضراتكم إذن قبل قليل وقائع لليوم الثاني من مؤتمر الأزهر العالمي، وكذلك تابعنا جانبا من زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول للعاصمة التشيلية سانتياغو. ربما هذه اللقطات ليست من قلب العاصمة، لكن هذه الزيارة الممتدة على مدار ثلاثة أيام
يذهب فيها البابا فرانسيس الأول إلى مسقط رأسه في أمريكا اللاتينية، وإن كانت هذه الجولة ربما لا تشمل دولته ووطنه الأم الأرجنتين، لكن الرئيسة التشيلية ميشيل باشليت كانت من كبار مستقبلي بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول إلى تشيلي، حيث يقوم بزيارة رعوية إلى تشيلي في جولة لأمريكا اللاتينية تشمل كذلك العاصمة البيروفية ليما. Ricos dejaba vacíos, proclama mi alma la grandeza del Señor. En él se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador. Auxilio al pueblo de Israel, su humilde siervo, acordándose de actuar con su gran misericordia, como había prometido. باللقطات الخاصة بزيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول إلى تشيلي نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى الملتقى بحول الله.